الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين من السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. ما زلنا في فصول حول كتاب النكاح، فصل في أحكام الإيلاء، بعدما تكلمنا في الجلسات الماضية على أحكام الرجعة، اليوم نتكلم على أحكام الإيلاء. يقول: فصل في أحكام الإيلاء، وهو لغة مصدر آلى، يولي إيلاء، إذا حلف، وشرعا حالف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبولها مطلقا أو فوق 4 أشهر. يبقى الإيلاء جاي من اليمين، حلف أن يمتنع، جاي من آلة يعني امتنع حلفا، يعني حلف أن يمتنع عن فعل شيء. والآية بتقول للذين يؤلون من نسائهم، وقراءة ورش للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يبقى الفيئة هي الرجعة، أن يعود إلى أن يعيش معها حياة طبيعية كالمعتاد. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. بعد 4 أشهر يا إما يفيق يا إما يعزم الطلاق، وإلا يبقى ضرر. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآية كده هي أصل أحكام الإيلاء، جاية من الآية اللي في سورة البقرة. تعريف الشرعي: حلف زوج، يعني زوج يحلف، حلف زوج يصح طلاقه، لابد أن الزوج ده يصح طلاقه، يبقى نخرج المجنون ونخرج السكران غير المتعدي ونخرج الصبي، يبقى ايه؟ حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبولها مطلقا، يعني مطلقا يعني غير تحديد مدة او شرط او صفة، او فوق 4 أشهر، او يقول لها مثلا لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، يعني حاجة فوق 4 أشهر. وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف: وإذا حلف ألا يطأ زوجته وطئا مطلقا أو مدة، أي أو وطئا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر. فهو أي الحالف المذكور مول، نسموه إيه هذا الرجل؟ مولي من زوجته، سواء حلف بالله تعالى وصفاته، يعني قال والله أو صفاته
قال مثلا وقدرته أو وكتاب الله، يقصد به كلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته. يبقى إيه؟ حلف أو بالحي القيوم، حلف بأي إيه؟ بالله، باسم الله الأعظم، الله كده الاسم الصريح، أو بصفة من صفات الله. أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، يعني قال لها مثلا لو جامعتك أو عاشرتك المعاشرة المعتادة فتكوني طالق، أو فلانة زوجته الأخرى تبقى طالق. علقه على طلاق، يا إما طلاقها هي أو طلاق زوجة أخرى. أو يكون عبدي هذا عتيق، يعني علقه بوطء زوجته بطلاق، علق وطء زوجته بطلاق أو عتق، كقوله إن وطأتك فأنت طالق أو فعبدي حر. فإذا وطئ طلقت وعتق العبد أو عتق العبد. وكذا لو قال إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا أيضا، ويؤجل له أن يمهل المولي حتما، حرا كان أو عبدا، في زوجة مطيقة للوطء إن سألت ذلك 4 أشهر. يبقى لو هو حلف ألا يطأ زوجته وهي غير مطيقة للوطء، يبقى مش مولي أصلا، لأن هي أصلا غير مطيقة للوطء، كالقرناء والعجفاء أو مريضة مرض يمنعه من أن هو يعاشرها المعاشرة المعتادة، فحلف. فده تحصيل حاصل، فلازم تكون يحلف كده وهي مطيقة للإيه؟ للمعاشرة الزوجية العادية عشان يبقى مولي. إن سألت ذلك 4 أشهر، وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية من الرجعة. يعني نبتدي نحسب ال4 أشهر إمتى؟ من أول ما حلف لو كانت زوجة، وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية. في امرأة طلقها طلقة رجعية ثم حلف وهي في عدتها ألا يطأها، يبقى هنا مولي بس في وقت الرجعة. فيبقى في الحالة دي لا تحسب إلا بعد ما يراجعها. نبتدي نحسب ال4 شهور من بعد المراجعة، وإحنا عارفين في أحكام الرجعة عند الشافعية لابد من الصيغة ولا يكفي الفعل، خلافا للأحناف. وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية من الرجعة. ثم بعد انقضاء هذه المدة، مرت هذه المدة اللي هي ال4 أشهر، يخير المولي، نخير هذا الزوج بين الفيئة، لأن ربنا بيقول إيه؟ فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، فيعني يعود تعود المياه لمجاريها، يرجع تاني يعيش معها زوج معتاد زي مع أي زوجة. يخير بين الفيئة، وتنفع تقول الفيئة، تنفع بكسر الفاء كمان وفتحها، بس المشهور الفتح. بأن يولج المولي، إيه هي الفيئة بقى؟ إنه يعاشرها المعاشرة العادية، بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة. وبعدين يعمل إيه؟ والتكفير لليمين إن كان حلف بالله، عليك من كفرت يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام 3 أيام. مفيش بقى تحرير رقبة الوقت، لأن هي الآية كفرت اليمين على الترتيب، تكفير تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، على التخيير بين أي خصلة من الخصال الـ3. دلوقتي في زماننا احنا ما بقاش الا في خصلتين بس، مفيش بقى تحرير الرقم، بين خصلة الاطعام او الكسوة. عجز عن الاطعام 10 مساكين او كسوتهم، يلجأ للصيام 3 ايام اللي هي البدل. يبقى ايه في الحالة دي؟ يخير بين الفيئة والتكفير لليمين ان كان حلفه بالله على ترك وطئها، يعني لو كان حلف بالله على ترك وطئها يبقى يمين. والطلاق للمحلوف عليها، هنخيره يا إما ترجع المياه لمجاريها وتطعم 10 مساكين، يا إما تطلقها يا ابن الحلال، لأن كده أنت هتضرها، واخد بالك؟ يخير بين الاتنين، يا يعود
ويكفر يا يطلق. والطلاق للمحلوف عليها، فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق، يعني إيه؟ زوج مناكف بلغة المصريين، مناكف يعني إيه؟ يعني مش عايز يطوع في أي اقتراح تقوله له، يقول لك لأ، هو كده دماغه كده. يبقى في الحالة دي القاضي يتدخل، يبقى هنا بقى حكم قضائي، لأنه هيبقى فيه ضرر. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق، يعني ما اختار لا دي ولا دي، طلق عليه الحاكم اللي هو القاضي بقى طلقة واحدة رجعية. الحاكم أما يطلق بيطلق طلقة واحدة، لكن هو ممكن يطلق، الزوج ممكن يطلق أكثر من طلقة، طلق مرة واثنين وثلاثة، هو حر. لكن الحاكم يعني القاضي إذا طلق للضرر بيطلق طلقة واحدة بس رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع. يعني لو الحاكم طلق أكثر من طلقة لا يقع العدد، يلقى واحدة بس. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. يبقى هو في الصورة الأولانية الحاكم يطلق بالنيابة عن الزوج لو امتنع عن الاثنين، الفيئة والطلاق. طب قال ما امتنعش، امتنع عن ايه؟ عن الفيئة بس. يبقى الحاكم هنا يقول له طلقها، يبقى هو اللي يطلقها مش الحاكم. فلو رفض يطلقها الحاكم يطلقها، يعني واضح. ده خلاصة الأمر، الفصل ده في الهامش اللي هو كلام القاضي أبي شجاع وشرح ابن قاسم. نشوف كلام الشيخ البيجوري في الحاشية، بيقول: فصل في أحكام الإيلاء، أي كالتأجيل الآتي والتخيير بين الفيئة والطلاق، وهو يعني الإيلاء حرام لما فيه من الإيذاء. وهل هو صغيرة أو كبيرة؟ ما احنا عندنا الحرام نوعين، صغائر وكبائر. الإيلاء حرام، طب حرام صغيرة ولا حرام كبيرة؟ خلاف، والمعتمد أنه صغيرة، المعتمد أنه صغيرة، يعني معناه أن في وجه مقابل للمعتمد بيقول أنه كبيرة، كما في شرح الرملي. وأخره المصنف عن الرجعة إشارة إلى صحته من الرجعية، وكان طلاقا في الجاهلية. كان الإيلاء ده في الجاهلية، لو حلف ألا يقرب زوجته يعتبر طلاقها في الجاهلية، كان كده. جاء الإسلام لم يجعله من الطلاق، زي الزهار كده جعل له حل وجعل للإيلاء حل آخر وفصلهم عن الطلاق. كان في الجاهلية إيه؟ لفظ الإيلاء ده كان طلاقا، فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي. والأصل فيه يعني الدليل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وإنما عد في ذلك بمن، وهو إنما يتعدى بعلى. أنت لما بتحلف بتقول حلفت على كذا، ما تقولش حلفت من كذا، في كده بتعدي الحرف الحلف بعلى، ما بتعديهوش بفيه أو بمن. لكن هنا لما بيقول القرآن بيقول إيه؟ للذين يؤلون من نسائهم، إذا غير حرف التعدي يبقى ضمن معنى جديد، طالما غير حرف التعدي يبقى في تضمين. تضمين يعني إيه؟ يعني ضمن معنى جديد في وسط، كأن في جملة مضمنة تفهم ضمنا، يفهمها مين؟ أهل البلاغة وأهل اللغة. وهو إنما يتعدى بعلى، يقال آلى على كذا، لأنه ضمن معنى البعد، فكأنه قيل للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم تربص أربعة أشهر. يبقى لما قال للذين يؤلون من نسائهم عرفنا أنه هو من هنا يعني أبعد نفسه من زوجته، لأنه ممكن يحلف أي حاجة تانية مش متعلق بالبعد من الزوج، يحلف مثلا أنه مش هياكل فراخ، مش هياكل العشاء اللي بتعملوا له كل يوم عشان بتعمله وحش، يحلف ان هو مش هيلبس بدله وهيلبس جلابيه طول عمره، وهي بقى بتحب جوزها يلبس بدله، هو عايز يضايقها، لا لا انا هلبس جلابيه بقى.
فده ما اسموش إله، فهمت؟ يبقى إيه؟ يعني كل ده اسمه حلف صحيح، له معنى الإله إنه هيمتنع عن فعل شيء، بس لما قال من نسائنا يعني تعلق المنع من الزوجة مش من حاجة تانية، فهمت إزاي؟ يعني كأنهم مبعدين أنفسهم من نسائهم. لكن لو قال للذين يقولون تربص 4 أشهر، يعني يحلف أي حاجة بقى يتربص 4 أشهر من الحاجة دي؟ فعلشان كده قال لك من نسائهم ليبين إيه تضمين معنى متعلق بالإيه بقربان الزوجة بالمباشرة من الزوجة. ودي برضو من لطائف القرآن إن هو ينوه عن المعاني اللي فيها نوع من الخجل بألفاظ لطيفة جميلة بحيث ما يبقاش فيها خجل، تديك المعنى وما فيهاش فيها الخجل إيه اللي الناس دلوقتي فقدت حيائها وبقت تقول كلام ما يليقش كده يعني بصريح العبارة، ما يصحش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمور اللي فيها خجل كان يكني عنها صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وإنما عد في ذلك بمن، وهو إنما يتعدى بعلى، يقال آلى على كذا لأنه ضمن معنى البعد، فكأنه قيل للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم تربص 4 أشهر. أركانه أركان الإله إيه؟ 6. حالف ومحلوف به، حالف اللي هو الزوج ومحلوف به، حلف به الصيغة، ومحلوف عليه، محلوف على إنه يعمل بإيه، هيعمل إيه، وزوجة وصيغة ومدة، اللي هي تفاصيل يعني المسألة سهل أنت تعرفها من إيه من التفاصيل. قوله هو، وهو لغة مصدر آلى يولي، يقال آلى بمد الهمز، يولي إيلاء كأعطى يعطي إعطاء على نفس الوزن يعني. وقوله إذا حلف أي يقال ذلك إذا حلف، فمعناه لغة الحلف. قال الشاعر وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق، زار أبو المثنى ده كان كتير ما يحلف بالطلاق ويكون كذاب، فبيقول لك علامة كذبه أول ما يقول لك على الطلاق يعرف أنه كذاب أبو المثنى. وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يعني إذا حلف يمينا بالطلاق أي حلف. قوله وشرعا عطف على قوله لغة، وقول حلف زوج إلى آخره، قد اشتمل هذا التعريف على الأركان 6 المتقدمة. يصح طلاقه أي ويتأتى وطئه ليخرج المجبوب، واحد أصلا ذكره مقطوع مجبوب في حادثة أو في عملية أو في أي حاجة، يحلف ألا يجامع زوجته، تحلف على إيه؟ ما أنت غلبان، أنت غلبان، ده تحصيل حاصل، فده ما يعتبرش إله لأنه عاجز أصلا أو عنده عنة، يعني إيه عدم قدرة على الانتشار الذكر، يبقى خلاص يبقى انتهينا، حلف تحصيل حاصل اسمه تحصيل حاصل، فما تفرقش، لازم كمان إن يكون هو عنده القدرة على الجماع. ويتأتى وطئه ليخرج المجبوب فإنه يصح طلاقه ولا يصح إلاءه. وقوله ليمتنع من وطئ زوجته في قبولها، يبقى وطئ الزوجة في القبول ده المقصود، لأن ده الوطئ الشرعي. طب افرض هو يعني وطئها في دبورها، ما يعتبرش إيه فاء، يعني افرض هو إيه حلف ألا يقربها ثم في أثناء المدة وطئها في دبورها، ما يعتبرش فايقة، واخد بالك؟ وإن كان الوطئ في الدبور حرام برضه كل حاجة، لكن ما إيه وكذلك، لكن لو وطئها في حيضتها يعتبر فاء، بالرغم من إيه في القبل، بالرغم من الوطئ في القبل في أثناء الحيض حرام إلا إنه في القبل، واخد بالك؟ فيبقى العبرة في الإيلاء في الفيئة أن يطأها في قبولها. يبقى ليمتنع من وطئ زوجتي في قبولها، وفي بعض النسخ ليمتنع من وطئ زوجتي بخلاف حلفية على الامتناع من التمتع بغير الوطئ أو من الوطئ في دبورها، فليس إيلاء. وكذا إذا حلف على الامتناع من الوطئ في قبولها في نحو حيض أو إحرام لا يؤثر، يحلف يقول والله لا أقربك طول ما أنت حائض، ما ده تحصيل حاصل، الشرع يقول كده، ده مش إله،
لا مش امتناع، فهمتني ازاي؟ لانه ده تحصيل حق. او يقول لها مثلا والله لا اقربك وانت محرمه او انا محرم، طب ما هو ده عادي، يبقى ده تحصيل، ده مش حكم اله، مش هيروح بقى ونخيره بين الفيئه وبين الطلاق والكلام، خلاص ما دي الامور دي اصلا ايه، هو ممتنع عنها اصلا شرعا. وكذا اذا حلف على الامتناع من الوطء في قبوليه في نحو حيض او احرام، لانه لا يؤثر الا الامتناع من الوطء الشرعي وهو الجائز شرعا. ولو قال والله لا أطأك إلا في الدبر فهو إله، بخلاف ما لو قال والله لا أطأك إلا في الحيض أو في النفاس أو نحو ذلك فليس إله، لأن المنع فيها لعارض بخلاف الدبر، فإن المنع فيه لذاته. قول مطلقا أي امتناعا مطلقا، يعني لو واحد حلف ألا يطأ زوجته إلا في حيضها ما يعتبرش مولي، بس يبقى عامل حرام، يقول له ما تعملش كده تاني، لكن ما يعتبرش، ما تقراش المسألة دي في باب الإله، فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ لأن الامتناع هنا امتناع لعارض، عارض الحيض، لكن الدبر لا، الدبر ده ممتنع عليه مطلقا لذات الايه؟ الموضوع، مش لعارض. قوله مطلقا، هو الحديث بيقول ليس منا من أتى امرأته في دبرها، وليس منا دي من أشد صيغ على فكرة التنفير، يعني إنما يقول ليس منا من فعل كذا، دي معناها حاجة شديدة يعني بعيدة جدا، فالناس ما تستهونش بكلمة ليس منا دي، يعني ما ليس منا يعني تعرض نفسك للعذاب، طول ما أنت من النبي تبقى في الأمان، ما فيش عذاب. من إيه؟ من أطعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني طالما أنت من النبي يعني من معاملته من شرعه، واعلموا ان فيكم رسول الله، تبقى انت في الامان، فما تخرجش نفسك عن هذه العلقه ابدا باي فعل يبعدك عن هذه العلقه. مطلقا اي امتناعا مطلقا، فهو صفه لمصدر محذوف، ومعنى كونه مطلقا غير مقيد بمده، ومثل المطلق المؤبد، يعني قال لها لن اطاك وخلاص من غير مقيد بمدة، ده اسمه إطلاق، أو لن أطأك أبدا، ده تأبيد واضح، يا إما قال أبدا يا إما قال لا أطأك وخلاص. وقول أو فوق أربعة أشهر أي أو مقيدا بمدة فوق أربعة أشهر، لكن لو قال لا أطأك أربعة أشهر فقط يبقى مش مولي، لأن بعد أربعة أشهر يعيش معاك، فهمتني إزاي؟ لكن هي فوق أربعة أشهر هي دي إيه؟ دخل في المشكلة اللي هو لازم نخيره بين الفيئة أو الطلاق، لأنه هيخش في الإضرار. أو مقيدا بمدة فوق أربعة أشهر، ظاهره ولو بما لا يسع الرفع إلى القاضي، لأنه ممكن يكون الرفع للقاضي يستغرق عدة شهور، ترفع القضية وعلى ما تنظر وعلى ما تاخد إيه، يعني الظاهر كده ولو بما لا يسع الرفع إلى القاضي، وهو المعتمر عند الرملي، يعني العبرة بالأربع شهور مش بإيه؟ بمدة المقاضاة. وابن حجر، وهو المعتمر عند الرملي وابن حجر، وفائدة حينئذ أنه يأثم إثم الإيلاء وإن لم يترتب عليه الرفع إلى القاضي. واعتمد الشيخ الزيادي وابن قاسم أنه لابد أن يكون فوق أربعة أشهر بما يمكن فيه الرفع إلى القاضي وعليه، يعني هو قال لا مثلا لا أقربك أربعة أشهر ونصف، طب ما على ما تفوت الأربع شهور بعدها أسبوعين، على ما ترفع وتروح للقاضي وتعمل وينظر يكونوا عدوا الأسبوعين، يأثم هو المدة دي، واخد بالك، بالرغم إن هي مش هتوصل للرفع للقاضي، لكنه يأثم لأنه زاد عن المدة، واخد بالك. واعتمد الشيخ الزيادي وابن القاسم أنه لابد أن يكون فوق أربعة أشهر بما يمكن فيه الرفع للقاضي وعليه، فلا يأثم فيما إذا كان الزائد على أربعة أشهر لا يسع الرفع إلى القاضي إثم الإيلاء، وإن كان يأثم إثم الإيذاء، يبقى لا يأثم إثم الإيلاء لكن يأثم إثم الإيذاء لإيذائها بقطع طمعها من الوطء تلك المدة، ومثل التقييد بالمدة المذكورة، التقييد بمستبعد الحصول كموتها أو موته أو موت غيره، وكنزول السيد عيسى،
صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى سائر النبيين والمرسلين، كقوله والله لا أطعك حتى تموتي، أو أموت، أو يموت فلان، أو ينزل السيد عيسى. قوله وهذا المعنى، أي المعنى الشرعي المذكور في قوله وشرعا حلف زوج، مأخوذ من قول المصنف لأنه موافق له، وإلا فالتعريف لا يتوقف على الأخذ من كلام المصنف، لأن الظاهر أن التعريف واقع في كلام الأصحاب المتقدمين على المصنف، ولذلك قال بعضهم في الأخذ تجوز، لأنه لما كان موافقا كان كأنه مأخوذ منه. كلمة مأخوذ من قول المصنف دي لأنه موافق، لأن بيقول لك التعريفات دي بتتطور بتطور الفقه، فممكن يكون التعريف ده ما كانش أيام المصنف، فما تقولش مأخوذ بقى من كلام المصنف وغيره على تعريف حادث بعد المصنف. قول وإذا حلف، أي الزوج حرا كان أو رقيقا، وقول ألا يطأ أو أي أو لا يجامع، كأن قال والله لا أطأك أو لا أجامعك، فإن قال أردت بالوطء، الوطء بالقدم، مش وطأ الأرض يعني، وطأها بالقدم، فلا قال والله إن أنا قلت والله لا أطأك، أقصد إيه أطأ يعني الحجرة يعني الأرض يعني، لا أقصد الزوجة، واخد بالك؟ وبالجماع قال إيه، لو قال مثلا والله لا أجامعك، يعني ما بقاش أنا وأنت في مكان واحد مع بعض مجتمعين يعني، واخد بالك؟ فإن قال أردت بالوطء، الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع، لم يقبل ظاهرا ويدين باطنا، لا يقبل ظاهرا لتلاعبه، وهنحسبه إله، ويبقى بينه وبين ربنا هو بقى، لو كان فعلا يقصد المعنى غير هذا المعنى يبقى هيبقى بريء أمام الله، لكن مش بريء أمامنا احنا، لينا ظاهر اللفظ، واخد بالك؟ يدين يعني نتركه بينه وبين ربه بقى لنيته. فتجري عليه أحكام الإيلاء ظاهرا ولا يأثم باطنا إثم الإيلاء، لأنه لم يحلف على الامتناع من الوطء في الفرج، بل على الامتناع من الوطء بالقدم في الأولى والاجتماع في الثانية، حتى إذا وطئ في الأولى لم يحنث ولا تلزمه كفارة باطنا، بخلاف ما إذا وطئ في الثانية، لو حلف ألا يجامعها يقصد يجتمع معها ووطئها يبقى يحنث، ليه؟ لأن لابد في الجماع من الاجتماع، واخد بالك؟ وبالتالي بقى في الصورة الثانية يبقى عليه ايه، حنث يمين وعليه كفر يمين. ولا تلزمه كفارة باطنا، بخلاف ما إذا وطئ في الثانية فإنه يحنث ظاهرا وباطنا وتلزمه الكفارة، لأنه يلزم من الوطئ الاجتماع، فقد حصل الاجتماع في ضمن الجماع، فهذا صريح، لكن يدين فيه بخلاف ما إذا قال والله، وأي اللفظ طبعا ايه العامي القبيح في الجماع، أو لا أغيب حشفتي بقبولك، فإنه صريح ولا يدين فيه. وأما إذا قال والله لا أمسك أو لا أضاجعك أو لا أباشرك، فكناية تفتقر إلى نية لعدم اشتهارها فيه. قول زوجته، أي حرة كانت أو أمة، وخرج بالزوجة الأمة، فلا إيلاء فيها من سيدها، وخرج بالزوجة الأمة، يعني كان زمان الإماء اللي هي ملك اليمين للرجل لصاحبها أن يعاشرها معاشرة الزوج، فلو حلف على أمته ألا يقربها ما دام ما اسموش إله، يبقى الإله لازم من زوجة، لكن ملك اليمين، ملك اليمين هو حر، يقرب ما يقربش، يحلف ما يحلفش، ملهاش حرمة الزوجة، الزوجة هي اللي ليها أحكام، فالأحكام الإله دي متعلقة بزوجة مش بملك يمين. قول زوجته، أي حرة كانت أو أمة، وخرج بالزوجة الأمة، فلا إيلاء فيها من سيدها. وطئا مطلقا، أي غير مقيد بمدة، لمقابلته بالمقيد بها في قول أو مدة إلى آخره، فإن المعنى أو وطئا مقيدا بمدة كما سيذكره الشارح. وأشار بتقديره وطئا إلى أن قول المصنف مطلقا صفة لمحذوف وليس من كلام الحالف، فلا تتوقف عليه الصيغة كأن يقول والله لا أطأك ويسكت بس وخلاص. قول أو مدة،
عطف على مطلقا. وأشار الشارح بقول أي وطئا مقيدا بمدة إلى أن لفظ مدة ليس من لفظ الحالف، بل يأتي في صيغته بما يفيده، كأن يقول والله لا أطأك 5 أشهر، ومثل التقييد بالمدة المذكورة التقييد بمستبعد الحصول كما مر، حاجة مستبعدة في الحصول كما مر، يعني لا والله لا أطأك حتى يحكم بلادنا حاكم عادل، وده شيء مستبعد الحصول. واخد بالك؟ لأن السنة بيّنت أن بعد 30 عاما من الخلافة الراشدة ملكا عضوضا حتى ينزل عيسى بن مريم، ما قايل كده، السنة قايلة كده. فهو بإيه؟ فهو بيعلقها على شيء مستبعد الحصول، يقول لها مثلا إيه؟ والله لا أطأك حتى يصبح للمسلمين جميعا خليفة. إمتى ده يجي ده؟ ده في المشمش، مش هيبقى يجي بقى إلا لما يظهر سيدنا إيه؟ المهدي، المهدي المنتظر. طب ما هو اسمه منتظر، أو مسمينه المنتظر عشان بينتظروه بقاله قرون، واخد بالك؟ فالله أعلم هيظهر إمتى. صحيح لا شك أن الأحداث تدل على أنه قارب، لكن قارب دي برضو في زمن الله قد تطول، الله أعلم بيها، ممكن تبقى 100 السنين، 10 السنين، ممكن تبقى سنوات معدودة بسيطة، الله أعلم. يعني هو علقه على شيء بعيد الحصول، واخد بالك، مستبعد الحصول. قول تزيد على 4 أشهر ظاهره أي زيادة كانت، أي زيادة كانت وإن لم تسع الرفع إلى القاضي. وقد علمت ما فيه من الخلاف، إنه لو كانت زيادة لا تسع الرفع للقاضي هيبقى ياخد اسم الإيذاء لا اسم الإيلاء، أدي الخلاف. إنما لو تسع يبقى ياخد اسم الإيلاء، ولأن الإيلاء اسمه مركب من الامتناع ومن الإيذاء، الاثنين مركب من الاثنين. وإن لم تسع الرفع إلى القاضي وقد علمت ما فيه من الخلاف، وخرج بقيد الزيادة على 4 أشهر، ما إذا قال والله لا أطأك 4 أشهر ما يكونش بأمولي، خلاص ما هي دي أقصى مدة يمشي فيها، فلا يكون موليا بل يكون حالفا فقط، لأن المرأة، النبي حلف ألا يقرب زوجاته شهرا معروفة تأديبا لهم، كانوا بيطالبوا بالنفقة وأكثروا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيش كفافا، فلما طلبوه أكثره امتنع عنهم وحلف ألا يقربهم شهر، والحديث معروف في البخاري، شهر وخلاص، وهم كلهم ايه بعد ذلك عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا النبي واختاروا طريقة معيشته، وصارت على قلبهم احب اليهم من الفرقة، فالنبي فعلها، لكن ما ايه عملها شهر بس صلى الله عليه وسلم. يعني احيانا ممكن الانسان يعملها على سبيل التأديب، لكن ما تزيدش عن 4 شهور. والله لا أطأك 4 أشهر فلا يكون موليا بل يكون حالفا فقط، لأن المرأة تصبر على الزوج هذه المدة، فإذا قال والله لا أطأك 4 أشهر فإذا مضت فوالله لا أطأك 4 أشهر أخرى فليس بمول أيضا، لأنهما يمينان لم تزد مدة كل واحد منهما على 4 أشهر، وإن زاد عليها مجموع المدتين ويأثم في ذلك إثم الإيذاء لا إثم الإله. يعني الصورة دي بيقول إيه؟ حلف ألا يقربها 4 أشهر، مضت ال4 أشهر راح جاء بعدها قال حالف ألا يقربها 4 شهور تانيين، يبقى بمجموع الاثنين دول 8 شهور، 8 زيادة، بس ده حالف وده حالف منفصل، فده يبقى إيلاء منفصل وده إيلاء منفصل، ويأثم للإيذاء لا للإيلاء. واضح؟ ما ترفعش إلى القاضي بقى في الحالة دي؟ ترفع بقى، ما ترفع بقى تعمل اللي تعمله، وتثبت بقى عند القاضي الحاجات دي، ويبقى للضرر، وهيبقى انا للضرر مش للإله، لان القاضي هيحسب مده الحلف ال4 شهور، وهيبقى ساعتها لو رفعت القاضي ترفع على سبيل الضرر انها اضرت بهذا الاسلوب، وهو يأسم للإيذاء ولا يأسم للإله. يعني كل 4 شهور يحلف عليه مش هكرهه 4 شهور ويقعد كده سنين، يبقى في كل ده اسمه غير مولي، فهمت؟ لان الإله انه يحلف اكتر من 4 شهور، لكن ده تلاعب من الزوج بالشرع، فيأثم، يأثم به لأنه بيأذيها، واخد بالك؟ ربنا قال لنا ولا تضرهن، يعني ما تتعاملش مع المرأة بالإضرار، وتستعمل حقك
الشرعي فتحوله إلى ضرب، وإلا يبقى ده تلاعب. قد تكون بريء أمام القاضي لكن ما تبقاش بريء أمام ربك، لأن القاضي ليه أحكام معينة مقيدة، والباقي الباطن بقى والباقي والتلاعب اللي يحكم فيه ربنا بقى. فالإنسان المفروض لا يتلاعب ولا يستخدم الأحكام الشرعية ليؤذي بها الناس، يسموها حيل فقهية يعني. فإن كانت الحيلة من أجل الإيذاء يبقى حرام، إنما لو كانت الحيلة الفقهية من أجل رفع حرج فهي مستحبة. ويأثم في ذلك اسم الإيذاء لا اسم الإيلاء، وظاهر ذلك أنه دونه يعني أقل حرمة من الإيلاء يعني. ويجوز أن يكون فوقه، لأن الإيلاء تقدر فيه المرأة على دفع الضرر عنها بالرفع إلى القاضي، بخلاف بيقول لك ويجوز كمان أن يبقى الاسم ده أشد من اسم الإيلاء، فوقه يعني فوق اسم الإيلاء. ليه؟ لأن المرأة في الإيلاء بتقدر أنها ترفع للقاضي، إنما أنت كده مش هتديها فرصة ترفع للقاضي، القاضي مش هيعرف يثبت عليك أنك مولي، فيبقى إيه اسمه أشد. ويجوز أن يكون فوقه يعني في الاسم، يعني فوق الإيلاء في الاسم محتمل يعني، لأن الإيلاء تقدر فيه المرأة على دفع الضرر عنها بالرفع إلى القاضي، بخلاف هذا فإنها لا تقدر عليه بذلك، بل لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطن، وهذا إذا كرر القسم كما ذكر. فإن لم يكرره كأن قال والله لا أطأك 4 أشهر، فإذا مضت فلا أطأك 4 أشهر أخرى، كان موليا، لأنها يمين واحدة. يعني إيه؟ بعد الـ4 شهور ما قالش والله تاني. فهمت إزاي؟ في الصورة التانية بقى، في الصورة التانية بعد ما انقضت الـ4 شهور قال ولا أطأك 4 أشهر، ما قالش إيه؟ فدي تتضم لدي ويتحول إلى مولي. ليه؟ لأنه يمين واحد. واضح؟ يبقى الصورة الأولانية إنه حلف 4 أشهر بالله، وبعد الـ4 أشهر حلف بالله تاني قال 4 أشهر. دي الصورة الأولانية خلصنا منها. يبقى ده غير مولي، ولكن يبقى مؤذي ويعاقب عند الله، وقد يكون عقوبته أشد من المولي، لأن المرأة لا تستطيع أن تثبت عليه أنه مولي. واضح؟ بيتلاعب ده. الصورة الثانية إن هو حلف ألا يقرب 4 أشهر، فلما انقضت قال و4 أشهر أخرى، يبقى هنا تنضم دي لدي ويبقى يمين واحد ويبقى مولي. خدت بالك؟ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من 4 أشهر. ولو قال والله لا أطأك 5 أشهر، فإذا مضت فوالله لا أطأك 6 أشهر أو سنة بالنون، فهما إيلاءان لكل منهما حكمه. فإن قال والله لا أطأك سنة إلا مرة مثلا، يعني يقول لا والله لا أطأك إلا مرة في السنة، فإن وطئ فيها والباقي أكثر من 4 أشهر صار موليا، بخلاف ما لو بقي 4 أشهر فأقل فليس بمول بل حالف. ولو كرر الإيلاء مرتين فأكثر، قال والله لا أقربك مثلا إيه 5 أشهر، والله لا أقربك 5 أشهر، عادي يكرر. هل كل يمين ده بـ5 أشهر جديدة، ولا اليمين تكرار اليمين للتأكيد؟ نفس الكلام احنا قلناه برضو في إيه، في تكرار الطلاق في المجلس الواحد، ولا يشترط تعدد المجلس؟ يعني هيتخش فيها نفس الخلاف اللي احنا قلناه. ولو كرر الإيلاء مرتين فأكثر، كأن قال والله لا أطأك 5 أشهر والله لا أطأك 5 أشهر وهكذا، فإن قصد بغير الأولى تأكدها صدق بيمينه. ولو طال الفصل أو تعدد المجلس، وإن أراد الاستئناف تعددت الأيمان، وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فيمين واحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. واضح الكلام، مش محتاج شرح. قول فهو جواب قوله أي الحالف المذكور تفسير للضمير، مول من زوجته أي لتضررها بقطع طماعيتها مما لها فيه حق العفاف، بخلاف ما إذا لم يطأها من غير إلاء فإن طماعيتها لم تنقطع لإمكان وطئه له. يعني هو ممكن، ما هو الراجل ساعات يسافر ويبعد عن زوجته يقعد سنة ويرجع، طب ما هيقعد سنة مش هيطأ، لكن ده مش مولي، واخد بالك؟ لأنه مش حالف، هو ده ظروف عمله اللي اضطرته لكده،
ممكن يكون بيروح يشتغل 6 شهور ويجي يقعد معاها شهرين، يروح يشتغل 6 شهور زي الجماعة اللي بيشتغل في البترول والكلام ده، في بعض الوظائف كده، وده ما اسموش مولي، واخد بالك؟ أو هو عايش معاها أصلا وقعد فترة كده عنده شغل كتير وبيخرج ويرجع متأخر ويبات بره ويعمل، وقعد كده أكتر من 4 شهور لم يطأها، ما اسموش مولي، لأن دي جت إيه يعني مصادفة تلقائية بدون حلف، واضح؟ فده ما اسموش مولي. ولو ادعت الإيلاء فأنكره صدق بيمينه. افرض هي بقى رفعت عليه قضية وبتقول لا ده مولي وبيمتنع عني، وهو يقصد إيذائي عند القاضي، يقوم القاضي إيه؟ وهو بيقول لا أنا لم أولي ولم أحلف ولم حصلش، يقوم القاضي يصدقه بيمينه، يقول له طب احلف، يحلف أمام القاضي. فأنكره صدق بيمينه لأن الأصل عدمه. وكذا لو اختلف في انقضاء المدة الآتية بأن ادعته فأنكر فيصدق بيمينه لأن الأصل عدمه، أو اعترفت بالوطئ بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها بوصولها إلى حقها ولا يقبل رجوعها عنه. قول سواء حلف بالله تعميم في الإلاء من حيث هو لا في كلام المصنف، لأن قوله أو علق إلى آخره ليس بحلف، فهو زائد على كلام المصنف، لأن ممكن لا يجي الإلاء يجي في سورة تعليق ويأتي في سورة حلف، لأن الإلاء أصلا هو الامتناع، كويس؟ فإن كان مصحوبا بالحلف بقى ليه أحكام الإلاء، واخد بالك؟ واليمين، ولو كان مصحوبا على شرط يبقى له أحكام الإلاء بغير يمين، يبقى معلوش كفار، واضح؟ من حيث هو لا في كلام المصنف، لأن قوله أو علق ليس بحلف، فهو زائد على كلام المصنف، وكذا ما بعده. قول وصفاته أي أو صفة من صفاته، فالواو بمعنى أو. أو علق وطأ زوجتي بطلاق أو عتق، لا يخفى أن الطلاق أو العتق معلق بوطأ زوجته، فالعبارة مقلوبة. أو أراد بالتعليق الربط، كقوله إن وطأتك فأنت طالق، ومثل إن وطأتك فضرتك طالق، اللي هي الزوجة التانية يعني، فهو مول من المخاطبة. وقول أو فعبدي حر ولو زال ملكه عنه بموت أو غيره، كبيع لازم أو بشرط الخيار للمشتري وحده أو هبة مقبوضة، زال الإيلاء. يعني قال إيه؟ لو وطأتك في عبدي حر، فالعبد ده مات أو باعه، خلاص يبقى إيه؟ يبقى انقضى الشرط، انقضى الشرط، فلو أن يقربها ومعلوش حاجة لأن انتهى التعليق يعني. لأنه لا يلزم بالوطء بعد ذلك شيء، وإن ملكه بعد ذلك في سورة نحو البيع، بيقول وحتى لو تملك هذا العبد بعد ذلك يبقى برضه يعني قال إيه؟ عبدي إن وطأتك فعبدي هذا حر، ثم بان له فباعه، وبعد فترة اشترى نفس العبد، هو نفسه رجع، يبقى إيه؟ يبقى خلاص، حتى لو رجع لملكه هو انحلل إيه؟ التعليق بالبيع الأول، واضح؟ فإذا وطئ طلقت وعتق العبد، يبقى يقع الشرط، يعني لو علق الوطء على شرط ووطئ يبقى إيه؟ وقع الشرط، زي ما يعلق الطلاق على شرط، إذا فعل الشرط وقع الطلاق في الطلاق المعلق، زي نفس الشرح اللي احنا شرحناه قبل. فإذا وطئ طلقت وعتق العبد، أي لوجود المعلق عليه، وكذا تطلق الدرة في الصورة المتقدمة لوجود المعلق عليه ويزول الإيلاء، لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء، معلوش كفارة لأنه ما كانش حلف، فهمت؟ لو كان حلف بالله هيبقى عليه كمان كفارة، كفارة يمين، ولو حلف بالنبي معلوش كفارة يمين، لأنه عندنا لا ينعقد الحلف بالنبي وإن كان مكروه، لكن الجماعة الوهابية خلوه شرك، فدي مسألة تانية، لكن يعني عند الحلف بالنبي مكروه، يعني لا ينعقد يمين، واخد بالك ازاي؟ فقط حكمه كده، وبالتالي لا يحتاج الى كفاره كمان، واضح؟ بخلاف وجه عند الحنابله انه ينعقد به اليمين ويحتاج لكفاره، في وجه عند الحنابله كده.
وكذا لو قال إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، يبقى عليه يعمل الحاجات. قال لله علي أن أصلي 100 ركعة لو وطأتك، يبقى عليه يصلي 100 ركعة، مش شرط في مجلس واحد، يصلي كل يوم ركعتين لمدة 50 يوم يبقى جاب 100 ركعة مثلا. أو علي مثلا أن أنا أطعم عدد معين من المساكين لو وطأتك، يبقى عليه يفعل هذا حسب ما يعلق على شيء معين، أو علي حجة أو عمرة أو عتق أو شيء. وضابط ذلك التزام ما يلزم بنذر. وقوله فإنه يكون موليا أي الامتناع من الوطء خوفا من لزوم ما التزمه. لو علقه بفعل شيء بنعتبره مولي، ليه؟ لأنه ممكن يبقى مش عايز يعمل هذا الشيء الشرط ده، فهيبقى يمتنع، فنعتبره مولي بالرغم أنه هو مش حالف. ليه؟ لأنه هو ممكن يقول لك هيمتنع علشان هو مش عايز يعمل ما علقه عليه، ويؤجل له، وهنديله مهلة 4 شهور، فما زاد عن 4 شهور نقول له انت كده يا اما ترجع وتفتح وتعمل ما علقته عليه او تطلقه، واخد بالك؟ يبقى هنديله مهلة لو علقه على شيء 4 شهور، بعد 4 شهور نقول له قدامك حلين، يا اما تفعل ما علقته عليه وتعود الحياة لمجاريها، يا إما طلقها يا ابن الحلال وسيبها في حالها. ويؤجل له في بعض النسخ لها والأولى أولى أن يمهل المولي، إشارة إلى أن المراد بالتأجيل الإمهال، فلا يحتاج إلى ضرب القاضي لثبوته بنص القرآن العظيم بخلاف مدة العنة أو العنة، فلا بد فيها من ضرب القاضي لأنها تثبت بالاجتهاد، ثبتت بالاجتهاد. احنا اتكلمنا على الحتة دي في موضوع الزواج، لما يبقى تتزوج رجل وتكتشف انه غير قادر على الجماع بسبب عدم قدرة على انتشار الذكر، في الحالة دي بترفع قضيتها للقاضي، القاضي يمهله سنة، لأنه ممكن يكون عنده حالة نفسية، يكون عنده أي شيء، عنده الأيام دي مشغول جامد ومخه مأثر عليه، نديله فرصة سنة، القاضي يديله فرصة سنة، لو في السنة دي علشان تمر عليه كمان الفصول الأربعة، صيف وشتاء وخريف وربيع، يمكن إيه يتحسن. بعد كده يبقى إيه في الحالات دي بيديله مهلة سنة، إنما في الإلاء مهلته 4 شهور، النص الشرعي كده، ما ينفعش يديله مهلة أكتر من 4 شهور، لأن النص الشرعي كده، خدت بالك؟ قوله حتما أي وجوبا، قوله حرا كان أو عبدا، فلا فرق بين الحر والعبد في التأجيل بال4 أشهر في زوجة مطيقة للوطء بخلاف غير المطيقة، فلا يصح منها الإيلاء كما لا يصح من الرتقاء والقرناء، يعني متزوج امرأة ملهاش فرج، مخلوقة كده خلقتها كده، وبعدين يحلف ألا يطأها، طب ما هو تحصيل حصل، أو هي مريضة مرض ما يقدرش يطأها بسبب ضعفها، يبقى برضو دي ما فيش فيها إيلاء معاها، لأن المقصود من الإلاء الامتناع من الوطء وهو ممتنع في تلك، فلا معنى للحلف عليه لأنه تحصيل حاصل. قوله إن سألت ذلك ليس بقيد، فالأولى إسقاطه، لأن التأجيل لا يتوقف على سؤالها، وقد صرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها سواء علمت بثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم لم تعلم به، واسم الإشارة في قوله إن سألت ذلك عائد على التأجيل المقصود من قوله ويؤجل له 4 أشهر، أي لأن المرأة تصبر على الرجل 4 أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل، وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء، يعني من تاريخ الحلف الامتناع، يعني يفهم منه أنها لا تحتاج إلى الرفع إلى القاضي كما تقدم، ولا يحسب من المدة من ردة أحدهما، وإن أسلم المرتد في العدة وبعد زوال الردة تستأنف المدة، إن بقي من زمن الإيلاء ما يزيد على 4 أشهر أو كان مطلقا. يعني افرض إنه هو آلى منها 8 شهور، أهو أكتر من 4، وبعدين بعد شهرين من الإيلاء ارتد والعياذ بالله كفر، وبعدين قعد كده كافر 3 4 شهور، وبعدين رجع تاني لعقله تاني وأسلم تاني وبقى حاجة محترمة كده، نقوم نبتدي نحسب ال4 شهور من أول إسلامه تاني، فترة الردة ما تتحسبش، واخد بالك؟ يستأنف المدة، في فرق بين يبني على ما فات ويستأنف، يستأنف يعني يبتدي 4 شهور من أول وجديد، خدت بالك؟ أدي معنى يستأنف.
ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطئ منها، حسي كمرض وجنون ونشوز أو شرعي برضو ما يتحسبش من المدة. هو لما حلف عليها هربت وسابت له البيت وقعدت عند أبوها سنة، مش محسوبة من المدة. فهمتني ازاي؟ دي مش محسوبة من المدة، تتحسب المدة أول ما ترجع تقعد معاه، ويقعد بقى 4 شهور وهي معاه. خدت بالك؟ يبقى لو في مانع حسي كبعد مسافة هربت منه أو نشزت منه، هي نفسها بقت ترفض، واخد بالك، ولا تطيعه، يبقى كل دي مدة ما تتحسبش. أو جالها مرض نفسي لما عمل كده معاها، فحصل لها نوع من الجنون وقعدت تتعالج وخفت، وأول ما تخفت تبتدي نحسب المدة، وهكذا. أو مانع شرعي كتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف وإحرام فرضين، نحو صوم كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطء بمانع من قبلها. يعني هي صايمة صيام فريضة أو بتعمل عمرة محرمة إحرام فريضة بمانع من قبلها، كل الموانع اللي من قبلها دي ما تتحسبش من المدة. واضح؟ بخلاف النفل من غير الإحرام لأنه ليس مانعا من الوطء، يعني حتى لو محرمة في نفل له أن يجامع ويمنعها من إن هي ويحصرها، يعني يحصرها يعني يمنعها من الاستمرار في النسك. واضح؟ حتى في من أسباب الحصر حتى في حج الفريضة، ناقشناها المسألة دي قبل كده، لأن حق الزوج على الفور وحق الإيه والحج على التراخي، ده دي يعني ايه المسألة بتاعت المسألة. لأنه ليس مانعا من الوطء بخلاف المانع القائم به فلا يقطع المدة، لأنه مانع من قبله لا من قبلها. يعني هو حلف ألا يطأها فأصابه مرض مدة الايه 5 شهور دي، وبعدين بعد كده انقضت، المانع ده من قبله، محسوبة المدة لأنه مش من قبلها. خدت بالك؟ محسوبة المدة. بخلاف لأنه مانع من قبلي لا من قبلها، نعم يحسب منها زمن نحو حيض كنفاس، وبتتحسب الحيضات محسوبة من المدة، مش هيقربها 4 شهور، هي بتحيض كل شهر من الأربعة دول 10 أيام مثلا، يبقى هيبقى فيهم 40 يوم محسوبين من المدة. واضح؟ والنفاس كذلك، لأن ذلك يتكرر مع عذرها فيه وتستأنف المدة بعد زوال المانع المحسوب، ولا تبني على ما مضى لاعتبار التوالي المعتبر في حصول الإضرار. يبقى في موانع إن كانت من قبلها دي إيه لا تحسب من المدة، وإن إيه تحسب من المدة، إن كانت من إيه قبلها لا تحسب من المدة، كانت من قبله تحسب من المدة. خدت بالك؟ لكن منع الحيض والنفاس لا بتحسب في كل الأحوال. وفي الرجعية بتتحسب المدة منين؟ من الرجعة. فإن طلقها طلاقا رجعيا ثم آل منها وهي في العدة لم تحسب المدة حتى يراجع، فلا تحسب في هذه الصورة من الإيلاء لامتناع الوطء شرعا قبل الرجعة. ثم بعد انقضاء هذه المدة التي أي التي هي 4 أشهر ولا يعتبر انقضاء إلا إن كانت خالية عن المانع، أو حصل هناك مانع ومضت بعذر بعد زواله ومضت بعد زواله كما علم مما تقدم، يخير المولي أي يخيره القاضي بطلبها إن كانت بالغة ولو أمى، ولا يطالب سيدها، وتمهل المراهقة حتى تبلغ، ولا يطالب وليها، ولو تركت حقها لم يسقط بل لها المطالبة متى شاءت لأنها على التراخي. وصريح قول المصنف يخير أنها تردد أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق، وهو المعتمد في التخيير، يعني تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وهو المعتمد، خلافا لمن قال بأنها ترتب فتطالب أولا بالفيئة فإن لم يفي طالبته بالطلاق. يعني هل هذا يعني على التخيير ولا على الترتيب؟ الفيئة والطلاق على التخيير ولا على الترتيب؟ كويس. صريح قول المصنف إن هي على التخيير وهو المعتمد، خلافا لمن قال بأنها على الترتيب
فتطالبه اولا بالفيئة، فان لم يفيء طلبته بالطلاق، وان جرى عليه على حكاية الترتيب دي الشيخ الخطيب الشربيني، وهذا كله اذا لم يقم به مانع. فان قام به مانع طبيعي كمرض طالبته بفيئة اللسان على الاقل. طب افرض جاله مانع مرض، تقول له طب ارجع بقى في كلامك وخلاص، لكن مش شرط ايه المباشرة. يبقى فيئة الاسبان يقول اذا قدرت فئته ويزيد ندبا وندمت على ما فعلت، فتكتفي بالوعد كما قال القائل قد صرحت عندك. ايه يبقى انا عندي مكتوب غلط. طب ما اقرا لي بقى البيت، لان انا البيت حاولت ان انا اشوف. قد صرت، مش كده؟ قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أغنته المواعيد. يعني كمونا يعني كامنة، كأنها إيه قاعدة معاه في المزرعة، فلو حتى فاتها السقي ما يفوتهاش الأمل إنها في يوم من الأيام إيه هتسقى يعني. يبقى أنا عندي هنا كانت مكتوبة غلط. أو الطلاق، فيخير بين الفيئة أو الطلاق فتخيره، أو ترتب على الخلاف السابق، هل هو على الترتيب يعني ولا التخيير. وإن قام به مانع شرعي كإحرام أو صوم واجب طالبته بالطلاق، ولا تطالبه بالفيئة لحرمة الوطئ عليه، فإن عصى بالوطئ انحلت اليمين وسقطت مطالبته. بين الفيئة بفتح الفاء وكسرها مأخوذة من فاء إذا رجع لرجوع إلى الوطئ الذي امتنع منه. وقوله بأن يولج، ايه هي الفيئة؟ انه يتم جماع كامل بقى، بان يولج تصوير للفيئة بقبل المرأة بخلافه بدبرها، فلا تحصل الفيئة بالعلاج فيه. والتكفير بالنصب كما وجد في بعض النسخ بضبط القلم، فهو منصوب على انه مفعول معه، ولو قال مع التكفير لكان اولى واوضح، لئلا يتوهم انه من المخير فيه بناء على قراءته بالجر، وليس كذلك، وانما التخيير بين الفيئة مع التكفير وبين الطلاق. ولا يلزمه إلا كفارة واحدة، وإن كرر الإيلاء إن قصد التأكيد، وإن تعدد المجلس أو طال الفصل أو أطلق واتحد المجلس، بخلاف ما إذا قصد الاستئناف أو أطلق وتعدد المجلس كما علم مما تقدم. يبقى لو كان قصد التكرار يبقى عليه تكرار الكفارة، ولو لم يقصد التكرار ولو تعدد المجلس يبقى عليه كفارة واحدة. إن كان حلفه بالله عليه كفارة، لو كان حلفه بالله أي أو بصفة من صفاته، وإن كان الإلاء بغير الحلف بالله أو صفة من صفاته، وقع ما علقه عليه من طلاق أو عتق، ولزمه ما التزمه بالنذر من صلاة أو صوم أو حج أو عتق أو صدقة كما مر. والطلاق بالواو وفي بعض النسخ بأو، والأولى أولى لأن بين لا تضاف إلا المتعدد. اقرا لي السطر ده عندك. والاولى اولى لان بين لا تضاف الا لمتعدد، فيحتاج على الثانيه ان تجعل او بمعنى ايوه المعنى. يعني كلمه بين دي لا تضاف الا لمتعدد، فيحتاج على الثانيه ان تجعل أو. ان تجعل او بمعنى الواو. واذا طلق طلاقا رجعيا ثم راجع عاد الايلاء، وتستأنف المده من حيث الرجعه. فإن امتنع الزوج، امتنع يعني من الاثنين، ويشترط حضوره عشان يثبت امتناعه، يشترط حضور الزوج ليثبت امتناعه حتى لو شهد عدلان بأنه آل من زوجته ومضت المدة وامتنع من الفيئة والطلاق، لم يطلق عليه الحاكم حتى يحضر ويثبت عليه الامتناع، إلا إن تعذر حضوره بتوار يعني مستخبي، أو غيبة يعني مسافر، أو تعزز بيتعزز يعني مش عايز يجي، فتكفي البينة على الامتناع ويطلق عليه في غيبته، ولا يشترط حضوره حينئذ، يعني حين غيبته أو اختفائه أو رفضه الحضور للقاضي. في الحالة دي يبقى القاضي هيطلق عليه. طلق عليه الحاكم أي نيابة عنه، فيقول أوقعت عن فلان على فلان طلقة، أو حكمت على فلان في زوجتي بطلقة أو نحو ذلك، ولا يشترط للطلاق حضوره عنده، ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله ولا بعد وطئه أو معه،
ولا بعد طلاقه، فإن طلق معا يعني هو طلق وقد طلق يقع طلاق الزوج، أو طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاقان. لو طلق إيه؟ فإن طلق معا أو طلق الزوج بعد طلاق القاضي يقع الطلاقان، لكن لو طلق قبل طلاق القاضي وقع طلاق الزوج، وطلاق القاضي لا يقع لأنه لم يجد محل، لأنها كانت قد طلقت. طلقة واحدة رجعية هذا ظاهر إن كان بعد الدخول ولم يسبق من الزوج. طبعا طلقة رجعية يعني رجعية يعني ليها رجوع، يعني ليها عدة دي في الزوجة المدخول بها، إنما لو كانت معقودة عليها ولم يدخل بها ملهاش عدة، يبقى تبقى بائنة على طول. هذا ظاهر إن كان بعد الدخول ولم يسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان، فإن كان قبل الدخول كانت بائنة لأنه طالما لم يمسها يبقى ليست عليها عدة. وكذا إن كان بعد الدخول وسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان فإنها تبين بالثالثة التي تقع من القاضي، يعني الطلقة بتاع القاضي دي طلعت وكان مطلقها قبل كده مرتين يبقى بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قوله فإن طلق أكثر منها لم يقع، لو طلق القاضي أكثر من طلقة يعني لم يقع، كأن طلق ثنتين أو ثلاثا فلا يقع إلا طلقة. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق مقابل لقوله من الفيئة والطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله خلصنا الإلاء في قعدة واحدة كده أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك. وإحنا أحكام الظهار بقى الاثنين اللي جاي أحكام الظهار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.